الهمس والجهر. الله يسلمكم، ذكرنا في أول جلسة جلسناها قلنا لو ضعوا يدكم هكذا، بارك الله فيكم، على الحنجرة، ولاحظ سننطق بعض الحروف، لاحظ هل تشعر تحت يدك باهتزاز أم لا؟ قول أح، في اهتزاز؟ طيب قول أو، حرف الظاء في اهتزاز؟ طيب قول أق، أق في اهتزاز؟ في. طيب قول أس، في اهتزاز؟ أف، أش، أز، في اهتزاز؟ طيب أو، في اهتزاز؟ أيوه. الخليل الله يرحمه نظر إلى الحروف العربية من هذه الزاوية، وسموا هذا الاهتزاز الذي حدثتكم عنه، سموه صوت الصدر. شو سموه؟ إذا قرأتم في كتب بعض القدامى صوت الصدر، هذا صوت الصدر. انتبهنا؟ وجدوا بأنه 10 من الحروف العربية إذا نطقت لا يحدث هذا الاهتزاز، 10، ويصاحبها شيء من الهواء المتدفق، يسموه نفس، نفس. انتبهنا كيف؟ جمعوها بقولهم سكت فحثه شخص، سكت فحثه شخص، يعني امتنع عن الكلام، حثه يعني حرضه، حرضه شخص على ايه؟ على الكلام. لكن بالشعر ما بتجي سكت فحثه شخص، فشو عملوا؟ عكسوها، شو قالوا؟ فحثه شخص سكت. اما فحثه شخص سكت ما له معنى بهالطريقه هي، فحثه شخص سكت شو المعنى؟ ما له معنى. لكن سكت فحثه شخص يعني حرضه على ايه؟ على ان يتكلم. واضح؟ الحروف العربيه من حيث جريان وانحباس النفس. النفس شو النفس يا اخواني؟ هو الهواء، هواء الشهيق والزفير، هذا شو اسمه؟ نفس، هواء الشهيق والزفير. 10 مهموسة مجموعة بقولهم سكت فحثه شخص، و19 مجهورة هي الحروف ايش؟ بقية الحروف العربية. واضح؟ الهمس هو الخفاء في السمع نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين. لما كنا عم نحط يدنا يا اخواني ونقول في اهتزاز وما في اهتزاز، لما بنقول ما في اهتزاز شو السبب؟ السبب انه الوترين ابعاد عن بعض، مثل حرف في، مثل حرف في، او مثل رقم 7، ابعاد عن بعض. فالهواء شو عم يعمل؟ عم يمر بسهوله. لكن لما بيكونوا قريبين من بعضهم المجرى شو صار؟ ضيق. فلما بصير المجرى ضيق شو بيصير بيعمل؟ هذا الضجيج. انتبهنا كيف؟ نعم. إذا نتيجة انفتاح الوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما وجريان كثير لهواء النفس. واضحة؟ وحطينا مثال حرف مين؟ الشين. الآن عم نعطي بالنا فقط على تدفق النفس بس، ما عم نعطي بالنا الصوت ماشي ولا مو ماشي، يلي هو الرخاوة والشدة. ما عم نعطي بالنا انه في تفشي ولا ما في تفشي، اللي هو انتشار الصوت في الفم. عم نعطي بالنا الوترين عم يهتزوا ولا لا، وفي هواء متدفق ولا لا. طيب ايوه، هي صورة حقيقية ايها الاخوة، هي مو صورة رسم، هذه صورة مأخوذة بالمنظار. هدول الوترين الصوتيين على الحقيقة مأخوذة من فوق هيك، يعني الآن أنت كأنك تنظر إلى داخل حلقك من أعلى، فسترى هذا المنظر. هدول الوترين شايفينهم؟ لما بيكون الإنسان بحالة همس كيف يكون الوترين؟ متباعدين كما ترون.
واضح يا شباب؟ الجهر هو الوضوح في السمع نتيجة تضام الوترين الصوتيين واهتزازهما وانحباس كثير لهواء النفس. ليش محبوس الهواء؟ لأنه المجرى ضيق. انتبهنا؟ اللي على اليمين صورة ثابتة وصورة حقيقية لوترين صوتيين في حالة الجهر، شوفوا كيف قريبين من بعض. وهذه الصورة ايه؟ مرسومة رسم ومتحركة. وجبنا مثال حرف ايه؟ حرف اللام. جرب الان الوترين قراب من بعض، انتبهنا؟ الصوت عم يمر لكن المجرى ضيق بدليل الاهتزاز. واضح يا شباب؟ وضع الوترين الصوتيين حالتي الهمس والجهر. هي مشان المقارنة، منحب دائما نعمل مقارنة وبضدها. شوف هذا مين؟ هذا همس. وهذا مين؟ هذا الجهر. شايفين؟ واحدة أس وواحدة إيه؟ أز. صعب؟ مو صعب. سكت فحسه الشدة والرخاوة والبينية. بدي اياكم تعطوا بالكم على هالمبحث اللي جاي الان، لانه حيفيدنا بعدة امور. الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا اخي، الان لح نجرب بعض الحروف بمعيتكم. يا ترى الصوت عم يمر، الطريق امامه مفتوح ولا الطريق امامه ايه؟ مغلق. شوفوا هيك، الطريق مفتوح ولا مسكر؟ طيب من شوي كانت ازاي معنا شو؟ مجهورة، لانه كنا عم نتكلم على الاهتزاز وعدمه. الآن عم نتكلم الصوت ماشي ولا مقطوع؟ ماشي ولا مقطوع؟ ماشي، صح ولا لا؟ طيب ماشي ولا مقطوع؟ من جهة الفم مقطوع، من جهة الأنف ماشي. واضح؟ طيب الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج شديدة، وهي ثمانية، جمعها أئمتنا بقولهم أجد قطن بكت. بين الشديدة والرخوة خمسة، جمعوها بقولهم لن عمر. لين بكسر اللام فعل أمر من الليونة، يعني كن لينا. ما هي؟ عمر منادى بأداة نداء محذوفة تقديره يا عمر، لأنه سيدنا عمر شديد، أليس كذلك؟ فإذا لان شو بصير؟ بصير بين الرخوة الشديدة، لأنه هو شديد بالأصل، فلما بيلين بصير ايوه. فاللي جمع هذه الحروف بقوله لين عمر كان موفق جدا. وما عدا أجد قطن بكت ولين عمر فهي حروف ايه؟ رخوة، الصوت فيها يجري، كقولنا أص أس أح أز أو كل هذه الحروف ايه؟ صوتها يجري.